فاش كيسولك شي حد هاد السؤال، شنو هي اقوى جريمه سمعتي ولا قريتي عليها في حياتك؟ كل وشنو غادي يكون الجواب ديالو؟ غالبا غادي تكون ضاير على القتيل، يمكن العدد ديال اللي فيك تيم كيلعب دور باش تكلاسي وحده فوق الاخرى. الطريقه ديال القتيله ولا التعذيب اللي داز على الفيكتيم قبل ما تخرج روحه تا هو فاكتور مهم. لاج ديال الضحايا تا هو كيزيد يصوت عليها باش تطلع لفوق ولا تنزل لتحت. ولكن اليوم الاستوار ضاير على واحد القضيه صعيب تلقى ليها ادجكتيف باش توصفها. وغير باش تكون في خباركم، راه ما ضايراش على القتيله، ولكن كتصنف من بين اعلى القمم ديال القواده اللي شوكات العالم كامل. زيرو الصمت، حيت اليوم غادي نقلعو مع واحد خينا فعيلو لاسمع بنادم مازال فكر شمو غادي يخرج للدنيا وشي باللي في راسو كتر من اللي في الراس ضبات امو. مشينا. سعود افريل 1935 تزادت الولد عند واحد الكوبل في مدينه صغيره في النمسا سميتها امشتيتن. كان تيصحاب اليوم بلي ولدو بنادم، ولكن غادي يبان من بعد بلي هاد البراوش غادي يطلع شيطان في صفه بنادم. السميه اللي عطاوه هي جوزيف، والكنيه اللي خدا من عند باه هي فريتزل. الوالد ديالو هجر الفاميلا فاش كان عند جوزيف 4 سنين، مات في الحرب العالمية الثانية في عام 1944. جوزيف كبرات امو بوحدو، ما كان عنده لا خوت لا خواتات، سولو. امو كانت عندها لا ديسيبلين شي حاجة ما كتناقش فيها، شبعات تفرقيع في جوزيف وكانت ديما مزرقة ليه شي قنت في الحمو. فاش دار خونا 21 عام، تزوج بهاد السيدة اللي كان في عمرها داك الوقت 17 عام، قرايته وصلات يولي انجينيور الكتريسيان. ولدات ليه المراه 4 ديال البنات و3 ديال الولاد. وحده من دوك البنات سميتها اليزابيث. في عام 1984 غبرات ما عرفوها فين مشات، كان في عمرها ديك الساعه 18 عام. الفاميلا بدات كتحرك تيقلبوا عليها، علموا البوليس بلي بنتهم توضرات. مشات جوزيف للكوميسارية حيح عليهم شحال من مرة، كيتشكى من البوليس حيت بان ليه بلي مقصرين من جهدهم في التقلاب على بنتو. الخبار داعت في المدينة والصحافة بانت، داروا مقابلات مع الوالدين ديال اليزابيث شحال من مرة، التلفازة الراديو الجورنالات، الوراق مطبوعين ومعلقين في بزاف القنوات. البنت غبر ليها لاتار وتحد ما شافها ولا عرفها فين زات. ما بقوت ما تصدمات ولا تبغى تلقى بنتها بأي طريقة، مشات بعيد لدرجة أنها زارت واحد الشوافة باش تقولها فين كاينة بنتها. ولكن كون كان الشواف كيشوف شي وزة كاع ما يديرها حرفة. شهر مورا هاد الغبرة وصلت برية من عند إليزابيث لدار الفاميلا، قراها جوزيف ومراتو. كاتبا فيها إليزابيث بلي راها بخير والتحقات بشي طائفة دينية، ما بقاتش باغا تعيش معاهم في الدار. قالت ليهم بلا ما تقلبوا عليا مازال، سينو غادي تضطر تخوي البلاد. الام حمدات الله وشكراتو حيت اوموا البنت باقا في الحياه. بحال هاد الحالات الناس راه كيمشي دماغها للبير، لا توضر ليك بنادم ما كتعرفو حي ولا ميت. هاد البريه خفات عليهم شويه، ولكن جوزيف مشى عند البوليس وراهم البريه وقال ليهم راه بنتو هربات مع شي طائفة دينية. دارو لونكيت فهاد البيستا ما وصلو لتا حاجة. هاد الميزاجور اللي طرات في القضية كلشي ساق ليها الخبار، الناس القراب الفاميلا الجيران والمعارف ديال اليزابيث. فاش دار العام البوليس حبسو البحث. صافي السيدة عندها 19 عام، ما بقاتش مينور، ولا بغات تمشي تعيش في بلاصة اخرى من غير دارهم راه حقها هداك. دازت تقريبا 9 سنين على الغبرة اليزابيث. فاش جا نهار 19 ماي 1993، جوزيف حل باب الدار ولقى قدام الدريجات واحد الكارطونة.
فاش حلا لقى بنت صغيرة في عمرها 9 شهور معها ورقة كاتبها إليزابيث فيها هادشي: والدي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير بصحيحة مزيانة. تقدروا تصدموا حيت السنين هادي ما وصلاتكم عليها شي خبار. غادي نخلي لكم بنتي ليزا، تهلاو فيها. راه رضعتها 6 شهور ونص الاولى، ودابا راه تقدر تشرب الحليب من الرضاعة ولا اي حاجة عطيتوها بالمعلقة. من هنا لقدام راه غادي نصيفط لكم شي برا اخرى. هاد البلاصة اللي انا فيها ما كيبغيوش الدراري الصغار. عافاكم بلا ما تقلبوا عليا، راني بخير. جوزيف دخل الصنيدقة وديك البريه للدار، وراهم لمراتو وقال ليها: يمكن البارح بالليل حطات هادشي قدام الدار وزادت في حالة. موراها مشى عند البوليس ودا معاه شي دفاتر قدام ديال إليزابيث باش يقارنوا بين الكتابة ديالها وديك الوريقة اللي صيفطات في الصنيدقة مع البنت. زيد عليها عمر الورق باش يتبناو البنت الصغيرة هو ومراتو تعيش معاهم. ليزا غادي يربيوها جدودة، وماشي غير هي، حيت عام ونص من بعد طرا نفس هاد الفيلم مرة أخرى. صونا التليفون في الدار وجاوبات مرات جوزيف، قالت لها: إليزابيث راه أنا هادي بلا ما تكعاي، راه خليتها ليكم قدام باب الدار ومشيت، ما نقدرش نقول لك فين أنا. وقطعات. السيدة تصدمات فاش سمعات بنتها، كانت هادي أول مرة كتسمع صوتها مورا 10 سنين ديال الغبرة. مشات عند البوليس وعلماتهم بلي لقات قدام باب الدار بنت صغيرة في الكروسة، وقالت لهم على لابيل ديال بنتها. الحاجة الغريبة اللي ما فهماتش هاد السيدة هي كيفاش إليزابيث عرفت نمرة التليفون ديال الدار، وما بدلوها سنين مورا الغبرة ديالها. البوليس خداو قوالة والبنت ولات تحت المسؤولية ديال الجدود. السمية ديالها مونيكا. هادشي ما كيدوش إنابيرسو في المدينة، ولكن الصحافة كتعصر على مواضيع بحال هادو. كلشي تيدوي على جوزيف فريتزل ومراته اللي خداو على كتافهم التربية ديال بنات بنتها، والإيماج ديال إليزابيث اللي توسخات حيت كتسمح في بناتها بديك الطريقة. سوا تولدي الولاد وتقضي بيهم، سوا ما تولديهمش. هادشي ما غاديش يسالي حد. هنا 3 سنين من بعد جا الدور على هاد الوليد، لقاوه قدام الدريجات ديال الدار وفي عمرو 1 و3 شهور. ولاد جوزيف ومراتو مربين 2 البنات وولد، كيعيطو ليهم الدراري ماما وبابا. كانوا مهلاين فيهم مزيان، قراية، بيسين، موسيقى، كل شي موفر، ما خصهم التاخر. غادي نضربو دابا واحد تنقيزة في الكالوندري ونمشيو لنهار 19 أفريل 2008. عقلوا على التاريخ مزيان. داز دابا 24 عام على الغبرة ديال إليزابيث. غادي يكون في عمرها لا كانت مازال عايشة 42 عام. فهاد النهار هذا اليورجونس ديال المدينة جاهم أبيل من عند واحد الراجل كبير، قال ليهم راه واحد البنت لقيتها سخفانة قدام باب الدار. الأمبيلونس بالخف كانت تما، لقاو البنت لونها مخطوف، شنايفها دايزين بالدمايات وفاقدها الوعي، كبيرة تكون في عمرها ديك 18-19 عام. هزوها وداوها لليورجونس. 3 سوايع من بعد دخل داك الراجل الكبير اللي عيط ليهم للسبيطار. سلام سلام، قال ليهم انا راه جدا ديك البنت وعندي شي معلومات على الحاله ديالها. وصلوا لعند الطبيب، قال لي: شكون انت سيدي؟ قال لي: انا جوزيف فريتزل، جد ديك البنت اللي دخلته. راه كنت فايق في الصباح وسمعت بحالي الا شي ردخه على برا الدار، فاش حليت الباب لقيت هذيك البنت طايحه الارض وسخفانه. قلبت ليها الجيب ديال الجاكيطه لقيت هاد الورقه: هادي برا من عند بنتي إليزابيث، هادي 24 عام باش غبرات، خلات لينا من قبل 3 ديال ولادها بنفس الطريقه،
وهاد البنت هي الرابعة. جوزيف فريزل قرأ داكشي اللي جا في الورقة على الطبيب. عفاكم لا ما عاونوها. نهار الأربعاء عطيتها أسبيرين ودواد الكحبة. الخميس الكحبة تزادت بزاف. الجمعة تزاد عليها الحال كتر من اللي فات. بدات كتعطش نايفها ولسانها. كيرستين راه كتخاف من الناس اللي ما كتعرفش، وما عمرها حطات رجليها في السبيطار. طلبت المساعدة من با حيت هو اللي يقدر يعاونها. فاش قرات جوزيف الوريقة قال الطبيب بلي كاع ولادها اللي خلات ليهم قدام الباب كانت كتخلي معاهم وريقة مكتوبة. الطبيب بديك الخبرة ديالو ما فهمش كيفاش موت هاد البنت سمحات فيها بديك الطريقة وهي في ديك الحالة واقفة على خويط بين الحياة والموت. هادشي بدا كيدخل الشك للطبيب ويعيط للبوليس. قال لهم راه واحد الحالة غامضة وصلات هاد الصباح، خصكم تجيو تشوفوها لا يكون موراها شي حاجة ماشي تال تما. مشاو البوليس للدار فريتزل، سولو على البنت اللي لقى قدام باب دارو، وعاود ليهم نفس الكاسيطة اللي قال في السبيطار. الطبيب اللي مسؤول على الحالة ديال كيرستين دار نداء في التلفازة لإليزابيث باش تبان، حيت هي اللي تقدر تعاون الطبة باش يصوفيو بنتها من الموت. مور سيمانة هاد النداء غادي يجيب نتيجة تحد ما كان كيتسناها. عيط جوزيف فريتزل للطبيب وقال ليه بلي راه بنتو إليزابيث رجعت للدار وراه غادي يجيبها للسبيطار باش تشوف بنتها. قال لي بلا ما تقولها للبوليس ما نقصنا صداعات. نص ساعة من بعد دخلت واحد السيدة للسبيطار راسها شاعل بالشيب. قالت لديك خيتي اللي في الريسبسيون انا موت كيرستين وجيت باش نعاونها. حضر الطبيب ودوات مع إليزابيث دقائق قليلة على الحالة د بنتها. قالت لي راه خصني نمشي حيت با كيتسناني على برا. مع خرجات من باب السبيطار لقات البوليس كيتسناو فيها. هزوها هي وباها وداهم للكوميسارية باش يحقو معاهم. فرقوهم وبداو بإليزابيث. كيفاش قضيت كنتي؟ هاد السنين كاملة غابرة وكتبلصي في الدراري وتجي تحطيهم في باب دار والديك، فين كنتي؟ بقات كتشوف في الحيط ما كتجاوبش. فاش زادو حكرو عليها قالت اليوم غادي نقول لكم كل شي ولكن بشرط، غادي تعطيو لي كلمة باش تحميوني انا وولادي من با. البوليس قالوا ليها غير تهنعي من هاد القضية، غير قولي لي انا شنو كاين وما تخافي من والو. قبل ما ندوزو لإليزابيث اللي هرسات الكلاص وبدات كتعاود في الاستوار الحقيقية، بغيت نقول لكم بلي الفيرسيون اللي عاودت لكم انا هي اللي كانوا عارفين الناس والفابيلة الجيران وحتى البوليس اللي حقوا في الغبرة ديال إليزابيث. عاودت عليكم هكا باش نحطكم في ليماج اللي كانت طاغية على الأحداث ديك الساعة، ولكن الحقيقة ماشي هي هادي. الوحيد اللي كان عارف شنو طاري ديال بصح هو جوزيف فريتزل. نرجعو لإليزابيث اللي بدات كلامها بالهضرة على ولادها. قالت للبوليس انا ما تخليت على تحد من ولادي، راه 24 عام وانا محبوسة. الوجود المحققين كتقرا منهم الشوك بلا ما تحتاج تزومي. بدات ليهم الاستوارة من الاول. قالت ليهم بلي باها بدا كيغتصبها ملي كان في عمرها 11 عام، مرة في الغابة مرة في الطونوبيل كل مرة وفين كيشدها، ولكن ما قالتها لتحد حيت ما قدراتش، خافت من الشوها. واحد النهار قال لي عاونيني نهبط واحد الباب لاكاف لتحت. هزات معاه ونزلوه
وكانت هذه آخر مرة غادي تهبط في دوك الدروج. مع وصلوا لاكاف شدبها من اللور، دار لها فوطة على نيفة فيها واحد البرودوي شيميك وهي تغيب. فاش فاقت لقات راسها مربوطة والدنيا مظلمة، بدا باها كيجي ينزل عليها فوق مرش قاتله وتيخليها تما بحال شي جيفة مليوحة. هبط عندها واحد النار وربطها من الوسط ديالها مع واحد البوطو. الحاجة الوحيدة اللي تقدر دير هي تمشي للطواليط. حاولت طايف معاه، طرف الحيوطة، تغوت حتى كتبح، ولكن ما صورات والو، حتى حد ما يقدر يسمعها. فاش كانت كدير الصداع باها كانت يشبع فيها عصا الحما كيتخلطوا فيه كاع اللوان اللي تقدر تطيح ليك على البال. ملي بردات وما بقاتش كدير روينه، باها حبس العصا، ولا كيجي كل يومين ولا ثلاث ايام غير باش ينزل عليها ويعطيها الماكله ويطلع في حاله. مورا 9 شهور طلقها وما بقاش رابطها، ولكن قال لي راه لا حاولتي تهربي غادي تطلق الغاز ويقتلك في البلاصه. وهنا خصني نوريكم لاكاف كيف كانت دايره. هذا الباب ديالها، باش توصل للشومبرا اللي كانت فيها اليزابيث خاصك تدوز 18 ما ديال البيبان، وكل واحد وكيفاش كيتحل. فاش كتوصل لها الطاجيرات موراهم كتلقى واحد البيب صغير مخبي، هو اللي كيوصلك لفين جوزيف فريدز الحابس بنتو. فهاد الربع قرن اللي دوزات اليزابيث فهاد الكوان، ولدات مع باها 4 ديال الدراري و3 ديال البنات، 7 في الطوطال. الله يرحم باك لما دير بوز وفكر فيها مزيان، راه دماغي دار هاد الصوت هذا فاش عرفت هاد اللعيبة أول مرة. الكلام كيتقاضى قدام هاد الجبل د المصايب. خاطف بنجو حابسة نازل عليها ووالد معاها فرقة. واحد من دوك السبعة توفى عليها، كانت ولدات توام، عاش هاد الدري وخوه كان عنده مشكل ديال التنفس. اليزابيث طلبات باها باش يدي الدري للسبيطار، قال ليها دبري راسك معاه، اللي بغات توقع توقع. 3 أيام من بعد توفى الدري بين ايدين امو. خدا ليها جوزيف من ايديها وما دفنوش. عرفتو شنو دار لي ديال الكلبة؟ دخلوا لواحد الفران كيحرقوا فيه الزبل وشعل فيه العافية. السته اللي بقاو في الحياة، 3 راكم كتعرفوهم. فاش تزادوا طلعوهم يعيشوا في الدار الفوق بداك القالب ديال البرية، والثلاثة الاخرين عاشوا مع امهم لتحت. منهم كيرسين اللي تزادت هي الاولى وهي الكبيرة في خوتها. فاش مرضات ديك المرضى الخايبة، اليزابيث بقات كتطلف باها باش يشوف كيف يدير يدي البنت للسبيطار. وفاش داها راكم عرفتوا الفيلم اللي وقع. نرجع معاكم لواحد النقطة باش ما ننساهاش. دوك الوراق اللي كانوا كيتحطوا مع الدراري قدام الباب، راه جوزيف اللي كيعصر على بنتو باش تكتبهم، وهو اللي كيملي عليها. وداك التليفون اللي جا للدار وجاوباته مرات جوزيف، راه ما كانش الصوت ديال اليزابيث، راه غير با داك رقق صوته ودوى بشويه وبالخف قطع. موت اليزابيث عايشه الفوق ما في خبارها ما يتعاود، ما عارفاش باللي بنتها اللي غبرات عايشه سنين هادي تحت رجليها. لاكاف تحت ما كان كيهبط ليها من غير جوزيف، مصيم مالين الدار باش تحت ما ينزل ليها، حيت تما فين داير البيرو د الخدمة ديالو. البوليس بورش ليهم لحمهم من الصدمة د هادشي اللي سمعو،
أوجو الساتيليت لجيت جوزيف فريتزل اللي خلاه كيتسنى في بيرو آخر. فاش واجهو بهادشي ما نكرش، اعترف لهم بكاع داكشي اللي دار. البوليس جابو دوك جوج ولاد اللي باقين تما، تاهم يديرو كونترول في السبيطار. كانت هادي اول مره في حياتهم غادي يشوفوا الضوء النهار. كلشي كان مبدل. الحاجه الوحيده اللي كيعرفوا على العالم برا الحبس اللي كانوا فيه هو داكشي اللي كانوا كيشوفوا في التلفازات تما. الولد اللي عنده 5 سنين فاش شاف القمر تيسحب ليه شاف الله وباللي حط رجليه في الجنه يمكن. فهمهم كانوا مفتوحين. تخايل سيرتو هذاك اللي مدوز 18 عام تحت الارض. لا كان الكهف ديال افلاطون غير ايده شرح بها البيرسيبسيون ديال الحوايج كيف دايره، فراه هادو عاشو فيه ديال بصح. الحاصل جوزيف فريتزل حكموا عليه بالمؤبد نهار 19 مارس 2009، كانت في عمرو ديك الساعة 74 عام. اللي بغى يعرف بزاف ديال لي ديتاي يقلب على هاد الكتاب، راه غادي تلقاوها فابور في هاد السيت. هذا ما كان اخوتي، تلاو. Today I am dirty, I want to be pretty. Tomorrow I know that I'm just dirt. Today I am dirty, I want to be pretty. Tomorrow I know that I'm just dirt. We're the no wanna be somebody's. When we're dead, they'll know just who we are. We're the nobodies. Wanna be somebody's. When we're dead, they'll know just who we are. Yesterday I was dirty. Wanna be some